قلتي؟ لا منو قلت لك، بس الظاهر انت ناسية وما قريتي المسج. اخوي محمد يحب هجور بنت خالتي، البيت كلهم حاسين فيهم. ما تفقدني؟ شلون ما افقدك؟ افقد عيوني وما افقدك. اليوم عجبتيني وايد، وكان ودي اقعد واسولف معك، بس يا ليت الفرصة تسمع. وين قاعد اقول لك من العصر ما ترد علي؟ ادري ما قاعد ارد عليك لان ما عندك سالفة، وادري موضوع سخيف. ايش هالجمال؟ لا توترني، ترى ما اعرف ارد على كلام حلو. بابا انا احبك وايد، بس امي ما راح تخليني انام عندك ببيتي، لان هي بعد تحبني وايد. بيبي انا سمعت انك كنسلتي فكرة الزواج. ترى البيت لازم تحافظين عليه، سرك ببطنك، السر ما يطلع. مو عبالك تشكين عندي ولا عند امي، يعني عادي. الله يخليك لي، وفديتك وفديت اللي ببطنك. والله يومك بالسلامة. قلنا شخباري هذي. منو؟ بواقة ريايل. شيماء؟ ما غيرها؟ لحظة، هي مساكتنا بلوك؟ لا، هي صار لها فترة مو منزلة شيء. كاهي قامت تنزل. زين والله اعطيني خشوف شو منزلة. وحاليا انا مع زوجتي. الحب، عشقي، حياتي، وام عيالي. الله يخليك لي، خديتك وخديت اللي ببطنك. والله يومك بالسلامة. ايش قال ايش قال ايش قال؟ حامل؟ والله شلون نقول حق بيبي الحين؟ متى مداها مصيبة. اعطيني اعطيني بالله. ايش بتسوين؟ بصورة حق بيبي. يو اقول لك اي شيء، اي شيء تحطينه حق مخك، يعني اي اشاره تعطينها حق مخك، تفتحين اي شيء له معنى بالمخ، زين تفتح له فايل له معنى.
من زمان ما حسيت بهالإحساس. بيبي من صدقك أحس إني مراهقة، بس كل اللي أعرفه إن أنا قاعدة أحس بشعور وايد حلو. قلبي يرجع، أنا الحين بأحلى لحظات حياتي. قاعد تسوي؟ قاعد ادرس. شو الطاري؟ بقدم على التوفل ان شاء الله انجح، يمكن يبين بعين هالجور شوي. قدمت ولا ما قدمت انت وايد عليها. شلون يعني؟ حبيبي محمد، انت اذا بتقدم على التوفل قدم حق نفسك، حقك انت، مو عشان هالجور ولا غيرها. ايه بس هاجر ما فيها شيء، يعني جمال واخلاق وشهاده، بنت خالتي بعد. محمد انا اعرف وايد اشياء انت ما تعرفها. شو الحكي هذا؟ ترى ما ارضى عليها عاد. كيفك؟ هاي امه، انت هني؟ عيل اختك وين حبيبي؟ ما ادري. خذت لولو المستوصف تعبانه شوي. وي بسم الله على بنيتي، ايش فيها؟ تليفوني وينه؟ الظاهر نسيته بالمطبخ، اروح اشوفها. انا اللي عندي قلته، وانت عاد كيفك. ها لولو، ايش فيك ماما؟ لا تحاتي، ما فيك شيء، الحين تصيرين احسن، نامي ارتاحي. احبك، يلا نامي. الو، هلا يما. لا حياتي، ما فيها الا العافيه، يمكن سخونة شوي خفيفة، أعطيتها مخفض حرارة. يما إيش فيك؟ قاعد أقولك لا تحاتين، ما فيها إلا العافية. بعد شوي بنيكم إحنا. حبيبتي أنت. يلا باي. طمنيني. شلون لولو؟ الحمد لله. أحسن الحين. طمنيني عليها كل شوي، ترى هذه غالية، خلاتها من خلات أمها. ما تدري مين دشيني؟ هامني اشتري أغراض. وعشان هي ندري يشتري أغراض يا معودي. تعبت وانا ادز العربه، انا صراحه كسر ظهري. ما شرينا شيء للحين. لا طلال. نعم. ما بيرده. نعم. بسألك سؤال. يعني زين كذي وهكتي مع رفيجاتي مع اهلي، عبالهم انا حامل وانا صج مو حامل. يا عادي يا معود، هذا تمام، هذا تمام، عادي يا معود. تبيني رده مكانه. زين متضايقة يعني؟ عادي، إن شاء الله تحملين إن شاء الله وتكسرين عيونهم. لا كلش مو متضايقة، الحين بقعدوني عدوني الأيام. ها متى بتجيبين؟ بتسوين استقبال ولا لا؟ وين بتسوي الاستقبال؟ وشنو بتسمينه؟ ولد ولا بنت؟ رده مكانه. والله شكله طيب. ما بي رده مكانه. كيف أنت هذا اللي مضايقك يعني؟ إيه ضايقني. والله ما عندك سالفة صراحة، مكبر الموضوع يا قلبي. تدري شلون؟ أنا أقول إيش، تعال. أنا جاهز وناطر الولد. ولد مسكي إيه مال الصبيان، مسكي طلع سنابك صوري. لا أنت رسمي فصلت، مش هنخلص الغاض ورد البيت. يلا زين ناخذ لا خلنا ناخذ ما تشبه. والله باخذ ردم. يلا هناك يلا هناك أبي مني هني. خلاص تخليني مش تشكبر العربة، أنا باكر تكمل. زين الحين هذا خذينا بامبرز حق البيبي. من صدقكم
أنا ناطرة اليوم اللي يقولوا لي فيه تخرجتي، والأخي هي يكمل دراسته ومقطع نفسه دراسة ليش؟ أنا بعرف أنتي على هالكسل هذا، شلون دشيت الجامعة؟ أنا أقول لك أمي واسطات. لا حبيبي، دشيت بمجهودي الخاص، بذلت مجهود لين نفت كل مجاهيدي ومبذولي وكل شيء. ايش قاعد تخربطين؟ أتصدقين؟ أنا قاعد أفكر إني أكمل ماجستير، إيش رأيكم؟ فكرة ممتازة هذه. فراغة، حدش فراغة، من صدقك. أنا أقول إن شعمي وسكتي، مالك شغل فيها. يبا مالك شغل فيها، هذه قمة السلبية. إذا الشروط توافقت، ليش لا؟ صح. إيش رأيك؟ أحجزت معي موعد حق الامتحان؟ لا لا، مو الحين عاد. موضوع يبي له أفكر فيه، يبي له راحة، مو الحين مو الحين. عيل متى؟ خاف يروح عليك موعد التسجيل؟ لا يما عادي، ترى كل سنة في تقديم كنا صح؟ أي في. زين أشو عيل؟ عيل رتبي أمورك واستعدي حق السنة الجاية. السلام عليكم. وعليكم السلام. يلا عساكم بخير. الحمد لله. كنت شلون؟ زينة؟ الحمد لله. الحمد لله. محمود تعالي. تعالي. أي يلا. يلا. يطوفني شيء، خاف يطوفني شيء. أقول لكم شفتوا اللي شفته؟ إيه، إحنا شفنا اللي أنت شفتي. شنو؟ أبويا بأمي بسالفة. شو الأوفر هذا؟ صج؟ صح أوفر شوي. تبي تسوي سوالف أنت؟ إيش قاعد طالعين؟ اليوم عقب صلاة الجمعة وإحنا طالعين سلم على يارنا وسعود، تعرفينه؟ إيه عرفت أهل فغيرش فيه. أنت إيش تعرفين عنه؟ مو هذا اللي توفت مرته العام بحادث السيارة، وعليه عياله نوبة عنده، نوبة عند عمته، مبتلش مساكين. إيه هذا هو، خوش ريال، نعم الجار والصاحب، بس ترى هذا شباب مو كبير. إيه أنا ما أعتقد هو كنا بأول الأربعينات صح؟ المهم الريال كلمني يبي يتزوج، وكلمني عن بيبي، إن وافقت عليه. والله ما أدري شو أقول لك، أكيد ما فيها شيء ونعم النصيب. اللي أبي منك إن تتكلمي بنتك وتفهمين هالوضع، وضع الريال، وعلميها ترى ما بطق بابنا واحد مو متزوج، نصيبه يا مطلق يا أرمل. إيه عدل كلامك. فهميها وعلميها كل شيء، بس ها مو تزعلينها، كل شيء نصيب. الله يهداك أبو محمد، إيش فيك أنت؟ هذه بنتي وأنا بخص فيها، أنا أعرف شلون أقنعها، لا تحاتي. إن شاء الله خير من رخصتك. الله وناسة بتقثين طلال مثل ما قثت. وليش هي سالفة عناد بالله؟ ترى هذا نصيب، مو سالفة يقتنا وانقثه. اي ما قلنا شيء نصيب، بس خلينا نشوف عاد عقب ما ينقذ شنو بتفيده تهديداته. وانتي ليش مشتطة اكثر من اختش بالله؟ ما ادري، بيبيا محطوطة على السايلنت فقلت اجاوب بدالها. لا مشكورة حبيبتي، لا تجاوبين عنها ولا تجاوب عنك، خليها هي اللي تقرر. ما تحكين يا برنسيسة. ما ادري. شنو ما ادري؟ خو قرري يا اختي، انا ماني فاهمتك، كلش مو فاهمتك، قرري. بدور، عوذ الله من شرك، سكتي بس، خلينا نعرف نتكلم. يه بيبي يمه، ترى الزواج والطلاق قسم ونصيب، وكل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. يمكن الله داز لك هالنصيب علشان تطلعين من اللي انت فيه. حبيبتي بسعود ترى ريال مصلي مسمي، خاف الله، يمكن يكون هو نصيبك. إذا أنت مفكرة بالزواج لا تفكرين بطق بابك إلا اللي مطلق وأرمل ولا متزوج. أدري عندي خبر، بس أنا مو مفكرة أتزوج الحين. شنو للحين ومو الحين؟ أمي تعيل. أعطوني وقت أفكر. عفية على بنتي، فكري عدل وفكري زين، ترى أنا وأبوك مو دايمين لك. المرأة مالها غير بيتها وريلها وعيالها. خلاص يما، قلت لك بفكر.
شفيك؟ ما ادري احس اني مخنوقه. يلا عاد لا تقلبين هنكت، ترى ما اعرف اتصرف. والله العظيم ما ادري ايش فيني. انتي ما كنتي متوقع سالفة الخطوبة صح؟ يمكن. انزين قومي صلي استخارة وادعي ربك وراح ترتاحين ان شاء الله. تعالي. سمعي، بقوم اسوي لك كرب، بصب لك عليه كاكاو، بقطع عليه فراولة. لا تخربين الدايت. ايش فيك؟ الكاكاو يرفع هرمون السعادة، سمعيها مني. عسى ما شر من الظهر ما لك حس ليكون لولو فيها شيء. زين مدام. أفا عليك يا خالتي، يعني طوال ما تعرفين سؤال فطول عمره يحب الغشمرة. أنا أعترف صراحة أنا صاحب الدقة، ولا لو عليها كانت الدقة بايخة. يعني سالفة الحمال هذه طلعت كذب؟ خالتي لو أني حامل أنت أول وحدة بتدرين، بس للحين الله ما كتب. يما تبين تضحكين؟ شو يوم قولي لها على سالفة السناب. الدقة سوينا دقة يما، صورنا حليب وحفاضات ودزيناهم حق أهلها. لا تشوفين والله مثل ما تقول لها. قول لها يعني امشي بالجمعية عشان يقوم ياخذ تليفوني ويصور حق الناس، هو يصور حق الناس وانا اتوهق. خلني اقوم اخذ دواي ابرك لي من سوالفكم ماسخة هذه قبل لا يرتفع عندي السكر. ما كملنا السالفة حبيبي. يعني شو اسوي لها؟ كل ما احاول اتقرب منها تتقرني. عمري حتى انا اندقرت معك. تدري شلون؟ نغير جو روح السينما. في خوش فيلم فلبيني والله عجيب. فيلم فلبيني؟ يا امشي والله الحين اقول سالفة. تقومي تروحين؟ يا عسى ما شر. ما فيني شيء.
شوفي ترى الزواج بيد رب العالمين، اذا انت مستعده حق هالشيء الحين ليش لا؟ محمد انا كلش مو مستعده ولا مفكره بالموضوع اصلا. يبا ما حد جابرك على شيء، بس ترى انت يعني ما ردتش بتتزوجين، لمتى بتقعدين كذي؟ صح كلامك، الناس ما راح تخليني لاني مطلقه، ادري كنا الموضوع بيدي، الوضع اللي انا حطيت فيه خلاني اقرر هالقرار، الله كتب لي شو اسوي. بيبي انت اختي وحبيبتي ومالي شغل باي شيء ينقال، انت انسانه فاهمه وناضجه وعارفه كل شيء، وان شاء الله ان شاء الله يا رب راح ترتبطين بالانسان الزين اللي مثلك، وانا راح اتم وياك طول العمر ما راح اخليك. شو بسوي من غيرك؟ الله لا يحرمني منك ولا يحرمني منك يا رب. على ابنك. شوفي يبا راح يعجبك وايد اللي خططت له. على حسب شنو خطتك؟ شوفي اول شيء تسحبين اوراقك من الجامعه، تالي نقدمهم على الجامعه اللي قاعد ادرس فيها بامريكا ونكمل هناك مع بعض، انا اكمل الدكتوراه وانت تكملين البكالوريوس، ومتى ما بغينا صار عندنا اجازه نرد الكويت، واذا ما نبي نرد الكويت راح نكمل اي ولايه ثانيه، نيويورك فلوريدا، تستانس هناك. هو حلو بس انت تدري انا ما راح اقدر اخلي امي بروحها، ما اقدر اسافر واخليها. يا حياتي انا حزتها راح اكون امك وابوك وطوايفك كلهم، ليش قاعد تحاتين؟ مستانسه وموافقه مبدئيا بس متوتره شوي. عندنا وقت فكري عادي. زين شنو صار على زوجتك؟ شنو اخر شيء توصلتوا له؟ والله ما ادري ايش اقول لك، يعني السالفه معفوسه، الوضع صاير وايد معقد. والحل؟ اكيد لها حل، يعني ما راح اضل على هالوضع البايخ، انا عن نفسي ما قمت اتحمل كلش. يا بعد عمري يا ضاري ما احب اشوفك كذي متضايق. زين خليني اغير الموضوع. زين ايش رايك بالفيلم اللي دشيناه؟ شنو تقييمك حقه؟ الفيلم اللي دشيناه، شوفي تقييمي حق الفيلم ان انت احلى شيء شفته بالفيلم وبالسينما وبالمول كله. باري يا حلوك وانت تستحين، كل شيء فيك حلو. ترى قاعد تحرجني بكلامك. شو اسوي؟ من اشوفك الكلام هذا يطلع مني بروحه ما اقدر اتحمل. تصدق ان انا وايد حاسه معك بالراحه والامان، شعور اول مره بحياتي احسه. وان شاء الله اللي عشنا مع بعض بتكون العيشه معاي شيء ثاني. ان شاء الله. أتزوج وعيالي طلال والمشاكل اللي بتيني من وراء الزواج، حرام أظلم الريال معاي وأدخله بمشاكله وهو بغنى عنها. أتزوج ليش؟
يعني بس علشان أمي وأبوي قالوا لازم أنفذ، علشان الناس لازم أضحي بنفسي وراحتي. علشان منو؟ علشان طلال؟ علشان شيو؟ علشان منو بالضبط؟ سوري لهيت عنك، ما أبي أبرر وأقول السبب، بس جد كان يوم ثقيل. دام أنت بخير مو مهم أعرف التفاصيل، دامك ما تبي تقولينه المهم أنت طمنيني عنك، شلونك؟ شخبارك؟ الحمد لله بخير. أقول لك شي بس ما تضحك، أنا ما حد مهون علي أحداث هاليوم اللي طلعتنا أمس. لو هو شريطي ينعاد كان كل شوية عيده علشان أطلع من المود البايخ اللي أنا فيه. ألو، وش اللي يمنع نعيد الطلعة مرة مرتين وعشرة؟ ما يمنع شيء، أصلاً حتى أنا حابة أني قاعد مرة ثانية. ما أنا حابة أشوفك بيبي، أنا إذا ما شفتك مرة ثانية أحس أني راح أهين. إيش فيك سكت؟ تتقبليني بكل حالاتي صح؟ أكيد، أنا ارتحت لك من قبل لا أعرفك، من قبل لا أعرف عن حالتك وظروفك، ولما عرفتك أنت واصل لك الإحساس اللي داخلي صح؟ يعني ما راح تغيري نظرتك فيني؟ لا طبعاً، حيل أحبك، أحبك وايد، ولا تحرميني منك، لا تغيبين عني هالكثر. تصبح الحب أنتي من قلبي. زين هي ايش قالت؟ ما قالت شيء، يعني انت ما تعرف بنتك، لا تقدر تاخذ منها لا حق ولا باطل، انطر عاد لين ترد عليك. والله ما ادري ايش اقول لك، بس البنت مصيرها لازم تتزوج. صح كلامك، الزواج لابد منه، انت عبالك انا عاجبني حالها، بنيه مطلقه قاعده مع اخوها بشقه، لا يبا انا ما يوز لك كذي. والحل نغصبها؟ بنتك ما هي ياهل، ومدامها ما هي ياهل تحط عقلها براسها تعرف خلاصها. البنات يدورون الريايل بتفق هالايام، والشباب يلا خير لاهين تليفونات وطلعات ومشاريع وسفر، مو فاضيين حق الزواج الحين. ولا سالته قلت له متى تتزوج؟ قالك لما يصير عمري 30. بذمتك ابو 30 ايش يبي بوحده مطلقه وعندها ياهل؟ لا حبيبي، أبو 30 يبي بنية صغيرة، وهذا اللي حاصل. والله بنتك وانت أبخص فيها. اسمعني عاد، أنا بنتك هذه غسلت إيدي منها، أنت أبوها وأبخص فيها، دبر عمرك معاها، أنا أقوم أشوف غداي أحسن لي.
ايش عليك؟ اضحك اضحك، مردك بتصير مثل اخوك، بتاخذ واحده لا حبها ولا واطن شوفتها. اوف ليش انا مره عصيت شورك؟ الحين تقول كذي، بس وقت الصجيه اللي تولعت ما تعرف اللي وراك من اللي قدام. تطمني ليت بتولع بوحده، بتولع بوحده انت راضيه عنها ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. واذا تبيني صج ارضى عليك جابل دروسك ومستقبلك، وقوم يلا روح جامعتك. دكتوري معتذر، مو حضرتي بعد ساعتين، قلت اقعد بس لحظه رايكم مليتي مني؟ لا يما ابد والله ما مليت. هاي ايش رايك نروح مباركيه؟ لا انا قلت نقعد بالبيت احسن على ما يخلص الغداء وتنشبي لنا، بس ها متنفسين علي مثل ما نفستي على امر الطلال امس. ويقطع محلل يا يما عن هالمايقه هذه. عاد تبين الصج يما حرقتيها. زين اسوي فيها؟ تستاهل. انا كذي اذا ما عجبني الكلام اقوم وامشي، ايش حال لي صار الكبر هاي هي مو عاجبتني. اخ يا يما ايش اقول؟ الله يرزقك بوحده يا يما تستاهلك وتكون طيبه يا رب. ان شاء الله يا رب. امين. طالع هذه انت ليش ما داومتي؟ اي ما كاكا شويه بس شويه. شنو شوي؟ انت مو تقولين امس عندك محاضره الساعه 11؟ طلعت المحاضره الساعه 1 وانا عندي تقرير ويا راسي ما سويته. يما تكفين خليني اركز. ابوس ايدك حياتي انت، ابوس راسك الله يخليك. ركزي يما ركزي ركزي، انا ماني عارفه انت ليش كلها مشططه وطايره، وين مخك وين عقلك؟ ركزي ركزي. الله يوفقك يما، الله يوفقك حبيبتي انت. عمري حياتي. هذا ايش قاعد تكتبين؟ يلا يلا. هلا دلال حياك. ها ايش قاعد تسوي؟ جاب الدراسه. اي ابيك تكون كذي، مو تحط اعذار والله انا ما اقدر اسوي وما اقدر اطور من نفسي. والله للامانه من اقنعتيني بفكره الدراسه وانا شوفت عينك كم جابلها. ساعات الانسان يقول انا عندي مشاكل، عندي ضغوطات، ما اقدر اسوي شيء. بس اذا توكل على الله وقط كل هالامور ورا ظهره راح ينجز ويوصل للي يبيه. فعلا اتفق وياك، فعشان كذي انا فكره الدراسه والشهاده في بالي وراح اجيبها راح اجيبها، وان شاء الله اثنيننا بعد. ان شاء الله. الله يوفقنا اثنيننا يا رب. اجمعين. ها تبيني اساعدك بشيء؟ اي صح ذكرتيني الله يذكرك بالشهاده في شغله بس ابيك. اي ابيك تروحين هذه هذه حط خطيه هذه؟ اي وايد سهله وانا من زمان ما ادري عن اللغه ناسيها. يلا راح اساعدك.